حار عقلي كيف لي أن أوصل رسالة أعبر من خلالها على شكري وامتناني لكم، وأيضا نصيحة أسديها لكل واحد منكم. فما اخترت إلا أسلوب التكريم هذا الذي ينصح به، ولعله يجدي في إيصال النصيحة التي أريد إيصالها. نصيحتي لكم هي أن لا يتوقف إبداعكم عند حد من الحدود، لا عند حد هذا الباب، باب قاعة الحاسب الآلي، ولا عند حدود المدرسة، ولا عند حدود مادة أخرى، كيمياء، فيزياء، رياضيات إلى آخره، بل أن يستمر وتستمر جدوة نشاطكم التي لم تؤسسوها في هذه اللحظة وفي هذه المادة، بل إنها موجودة أساسا فيكم، ولكنكم استخدمتوها في مادة الحاسب. لا تتوقف، فلتستمر ولتتطور ولتصل لمحاولة إكمال النقوصات الموجودة عند البشر، سواء التقنية أو حتى الفكرية. تلاحظون أن إبداعكم وإنتاجكم الفكري، أنا أقول إنتاج فكري، قد وصل إلى الآفاق، وبات الآن الناس ونحن نتكلم في هذه اللحظة قد يوجد أحد على الأقل يشاهد ما صنعتم بأيديكم. فحرام أن تتوقف جدوة نشاطكم هذه، وحري بي ويحق لي أن أوصل رسائل شكري لكم. والأبدأ بحسين الربيع فليتفضل مشكورا. عبد الله الخميس. رضا آل مطر. محمد مفيد آل شلي. ياسر التاروتي. منتظر آل عاشور. أحمد الصليل. محمد الجشي. حسن أبو ديب. عمار آل سيف. حيدر الجنبي. إسلام العصفور. حمزة جاسم العبد الغني. Thank you.
أحمد فلاح عليوات. حسين الخيار. محمد الصفار. حبيب الزاير. محمد صفواني. أحمد غزوي. علي الدرورة. محمد الزاير. موسى العبد رب النبي. حسن المعلم. حسين الصفار. عبد الله أبو ديب. علي الصفار. علي آل عبد رب النبي. منير سليم. حسن جارودي. علي سليم. محمد درويش. ومن جديد علي الدرورة، تفضل. عليكم السلام. مثل ما تشوفوا شباب، أنتجتم وأبدعتم، هكذا أنتم. يعني صارت هذه سجيتكم. بحثتم عن المعلومة بأنفسكم. وصلتم للمعلومة بأنفسكم وبجهدكم. ومن ثم لم تكتفوا بذلك، بل عملتم بها. وأنتجتم بالمعلومة. ولربما طورتموها. ولربما انتشرت المعلومة فصار يستفيد منها كافة الناس في الآفاق
وعلى الانترنت. ولذلك أنا أقول هكذا أنتم، يعني هذه طباعكم، الإنتاج والاعتماد على النفس والعمل بقصبات أيديكم لا بأيدي غيركم. ولذلك يطيب لي ويسعدني اليوم أن أهنئكم وأن أشكركم على ما قدمتم. وأبدأ بزميلكم منير ابن رؤوف الدهان، تفضل منير. هاني عباس الحبيب. مهدي محمد الضامن. ماجد هاشم السادة. باسل الكوي. عقيل بليس. علوي نصير. أمجد مطوع. محمد الحجاج. عبد الله خلفان. بعدين. علي فريد. هادي الصفار. حسن الدحبوس. محمد المحاسنة. هيثم الخميس. علي المحتوب. محسن العبد النبي. علي آل نور. أحمد الحلال. كميل الجواد. حسن درازي. ندير الفلفل. محمد العبندي.
سينال مبارك. محمد الضامن. الله يوفقكم جميعا ان شاء الله، ومن افق الى افق اوسع ان شاء الله. ما ننسى عبد الله خلفان. طيب لازم نصور. الله يحفظكم ويرعاكم.